اولا هذا الكتاب اللي صدر على المركز ديال الابحاث ديال سي بن سعيد اي تي الدر واللي كيحمل العنوان ديال هكذا تكلم بن سعيد، هو كتاب جاء في سلسله ديال واحد العدد ديال الكتب اللي صدرها رفيق بن سعيد واللي هي جزء من الذاكره ديال الحركه الوطنيه في بلادنا. وما احوجنا اننا يعني نجمعوا هذه الذاكره ديال الحركه الوطنيه. هناك بالطبع كاين واحد العدد ديال الكتابات متفاوتة القيمه، وحنا هنايا كنطلبوا انه المختصين ان المختصين وان الباحثين انهم ينكبوا يعني بالدراسه على بحال هذه المذكرات باش يخرجوا لنا منها الخلاصات، لاننا بحاجه. الرفيق بن سعيد كيتكلم على الفرص الضائعه، كيتكلم على الترددات، في حين اننا احنا دائما يقال لنا كانت عندنا احسن نخبه مسيسه مثقفه وقادت النضال المسلح ضد المستعمر، وبعد ذلك فشلت في ارساء الاسس المؤسسه للمغرب ما بعد الكولونيالي الديمقراطي والدوله ديال المؤسسات القويه. اذا نحن بحاجه الى يعني فهم لماذا ضاعت هذه الفرص حتى لا نضيع فرصا اخرى في المستقبل، وحتى نتمكن يعني احتراما للاجيال التي سبقتنا واحتراما كذلك للاجيال التي ستاتي اننا نصنع مغرب الغد، هذا مغرب الغد ليتجاوز الترددات ويدخل يعني وبقوه وبشجاعه الى المغرب الديمقراطيه. واليوم تنظن بان اللحظه ديال النقاش الاولي ديال هذه المذكرات هذه اشجع لحظه اللي حضرت ليها انا في المناقشه المذكرات، واللي تقال فيها واحد العدد ديال الكلام اللي هو ماشي كلام عبث ولكن كلام قوي وشجاع، تجعل انه هاد الشباب اللي فاقد الثقه يعاود يفيق ويقول واسمحوا لي هاد التضحيات كلها لا يجب ان تمر هباء منثورا والا تضيع، وان المغرب الممكن هذا المغرب اللي غادي يصل كرامه المغرب الكبير ممكن.